هل تريدون أن تروا شيئا رائعا؟ لم أكن سأضع هذا على أي حال، ربما يجب أن نجعله سائلا. هل تتحدوني لطيه مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى؟ مهلا، لا يحدث شيء. انظروا، لقد انتشر اللون أخيرا. أجل، رغم أن هذا فوضوي بعض الشيء. أوه، هل ترون هذا؟ ماذا تفعل؟ ماذا يفعل أحمر شفاهي هنا؟ يا الهول! لا تبالغي، كان ذلك لوني المفضل. كفي عن ذلك. لا، أعطني إياه، إنه لي. لا أعتقد ذلك. يا إلهي، هذا قوي جدا. هذا صحيح. توقفي. ها؟ أين السلايم؟ لم أعد أهتم بعد الآن. هي، هل يجب علي أن أقوم بذلك؟ حسناً، إذن تدا. كول، عربة سلايم. هذا رائع للغاية، انظروا إلي فحسب. فقط فكر في الإمكانيات، إبداعات السلايم. نعم، سيكون هذا رائعاً. لنبدأ هذا الحفل، كل شيء يبدأ هنا. لا يبدو كثيراً بعد، لكن المرح قادم. أضف الماء فقط، أليس كذلك؟ أتمنى أن يكون هذا كافياً. أنا مستعد، ها هو قادم. الخطوة التالية، بعض الألوان. أنا أحب اللون الأصفر، الآن دعونا نجعلها تمطر. أوه، إنها تتغير بالفعل، يبدو رائعاً. دعنا نغطي هذا الصبي الشقي. جيد ومحكم، ثم أهز وأهز، يبدو جيداً بالنسبة لي. حسناً، يجب أن نضيف بعض الإضافات. الفراولة الصغيرة، كم هو جميل. الآن حان وقت الحقيقة. هاه، لدينا سلايم يا رفاق. ارتح هناك. حسناً، عمل جيد. عصير السلايم، هل هناك من يريد؟ لا مانع لدي. أنا مستعدة لفتحه الآن. هاو، الكثير من الرشات. هل هذا سلايم لامع؟ مثير للاهتمام، ولكن ماذا أفعل بكل هذا؟ يجب أن أكون مبدعة. نبيل. حسناً، حسناً، لنرى ماذا يمكنني أن أصنع هنا. أولاً، أحتاج إلى صنع أنبوب صغير. حتى الآن كل شيء على ما يرام، ولكنها تحتاج إلى قاعدة. أرأيتم؟ لا نحتاج لكل هذا على أي حال. ادخلوا إلى الكوب، ها هي الرشاشات قادمة، وكل السلايم المتلألئ سوف يمتلئ بها. هيا، الآن أغلقه بهذا. لا نريد أن يتسرب شيء، ولكن يمكن أن يكون أكثر جمالاً. سأدخل الشفاطة هناك. تعرفوا على سلايم بابا سيداتي وسادتي. رائع، في صحاتنا. والسلايم بالطبع لطيف جداً. حسناً، أنا أولاً. يبدو جيداً أيضاً. خلطت السلايم الخاص بي، مذهل، إنه مثل الحقيقي تماماً. ولكن لصنع السلايم، أنا متحمسة جداً. لنقم بالخلط يا عزيزي. خليط السلايم الخاص بي جاهز، هيا نقوم بهذا. أوه، سأستخدم العلبة كلها. لم لا، أليس كذلك؟ رائع، الآن حان وقت الأشياء الممتعة. أنا أحب الوردي الزاهي، هيا نبدأ بالخلط. انظروا كيف يتحرك، إنه يعمل جيداً. لقد تحول إلى اللون الوردي، انظروا، لكنه يحتاج الرشات، يبدو أجمل مع كل ثانية. أجل، أوهو، أعتقد أنها جاهزة، ويبدو أنها زلقة جداً، وهذا أمر جيد جداً. انظروا إلي، إنه مصنوع من البداية أيضاً، مطاطي للغاية. رائع جداً، يبدو جيداً للغاية. لا، سيكون ذلك مقرفاً. أنا سعيد لأنك سعيدة، والآن حان دوري. وما هو الدور المذهل هذا؟ ماذا أفعل مع كل هذا؟ أنا لا أفهم، إلا إذا دعونا نبدأ الطهي. لم أسخن حلوى الدب الصمغية من قبل، لكن لدي شعور أنه سيعجبني. أوه، هل تسمعي هذا الصوت؟ الآن بعض النشاء.
وبعض السكر المطحون، ثم شاهد السحر يتكشف. هل ترون كيف يكثف؟ حان دور صبعة الطعام. هذا ما كنت أتحدث عنه. انظروا إلى هذا الجمال. حان وقت اللعب بعد أن يبرد بالطبع. أوه، انظروا كم هو لزج. أراهن أنه قد يستمر لأميال. أميال وأميال وأميال. ولكن الجزء الأفضل يمكن أكلها بشكل لذيذ للغاية. واو، هذه الأشياء رائعة بالفعل. يمكنك أن تقول ذلك مرة أخرى. الفقاعات تجعل الحياة ممتعة أكثر. حان وقت المرح. هذا يجعلني سعيدة. وأفضل جزء أن هذا لا يتطلب مجهودا. هذا مدهش جدا. حسنا، يا للروعة. انظروا إلى ذلك. هذه الحقيبة مصنوعة من أجود أنواع الذهب والفضة. ولعبة سامبل دامبل الأكثر تميزاً. هذا رائع جداً. أعرف أنك تشعرين بالغيرة. هذا يمنحني شعوراً جيداً. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. يبدو ممتعاً حقاً. لم تري شيئاً بعد. انظري ماذا سيحدث حين أضيف الجليتر. سأضعها في التجاويف. ينبغي أن يكون ذلك كافياً. والآن سأرفعها. هذا مذهل. علي أن أخذ هذه إلى كل مكان أذهب إليه. هل تشاهدين هذا؟ افعلي ذلك مجدداً. ها نحن ذا. اللون الفضي لوننا الثاني المفضل بعد الذهبي. مرة أخرى، هذه أفضل متعة. لدي غرفة خاصة للجليتر في المنزل. إنها محظوظة جداً. ما هذا؟ ربما يمكنني استخدام قطعة الورق هذه لإضفاء بعض المتعة. ضع ورقة على سطح مسطح. خذ بكرة شريط لاصق وتتبع هيئتها بقلم الرصاص. ارفع الشريط اللاصق واستخدم قلماً لرسم رمز تعبيري. تذكر إضافة التفاصيل والألوان. قص الدائرة بحرص عن الورقة. أحدث شقاً في الورقة من الأعلى ثم اطوي طرفاً على الآخر حتى تصبح الورقة بارزة. ثم ثبتها بالشريط اللاصق. اصنع رقم 8 بالورق وقص دواخله. ثم ثبت الرموز التعبيرية فوقه. ضع رقم 8 فوقها وثبتها بشريط لاصق. أصبحت لدي لعبة سامبل دم الخاصة بي وهي تعمل بكفاءة. سعيد؟ حزين؟ يا لها من فكرة رائعة. كيف أبدو؟ مضحكة؟ يعجبني ذلك. أحب السيارات الفارهة. وعدني والدي بأن يشتري لي واحدة كهذا وكهذا، لكن في الوقت الراهن سأكتفي بهاتين. انظروا إليهما وهما تسيران. إلى الهول، احترسا. انظروا إلى ذلك. يا للروعة، يونيكورن، أنت محظوظة جدا. أعرف، سأريها. لابد أن هناك طريقة يمكنني بها صنع يونيكورن. ماذا؟ كيف تستخدمون هذه الأشياء؟ هل ستحوليني إلى ضفدع؟ كلا، ربما لاحقا. لدي شيء لأفعله أولا. لا تكوني فضولية. ماذا يوجد بالداخل؟ أتشو! كانت تلك فكرة سيئة. هل هذا دقيق؟ أوه بربك، تبدين مضحكة. لماذا أتحمل عبء ذلك؟ مهلا؟ لم أعلم أبدا أن لدي هذه البالونات. أعلم ما علي فعله. هذه فكرة رائعة. أولا ستحتاج إلى بالون. خذ قمعا واقلبه. مدد البالون على طرف القمع ثم اقلب القمع ليصبح مواجها للأعلى. وبعدها ستحتاج إلى بعض الدقيق. اسكب الدقيق في البالون باستخدام القمع. ينبغي أن يكون ذلك كافياً. ربط على القمع كي يسقط الدقيق كله داخل البالون. أزل القمع واقعد البالون. احرص على أن تكون العقدة محكمة. استخدم مقصاً لقص الجزء الزائد من البالون. افعل ذلك مع ألوان بالونات مختلفة. ثم ستحتاج إلى إناء به ماء وصابون. ضع البالونات في الإناء. حركها في الأنحاء غامراً إياها بالماء والصابون. أخرج البالونات وجففها على منشفة. كن حريصاً في هذه المرحلة. يبدو ذلك جيداً. اضغط على البالونات معاً. ستلتصق ببعضها البعض. نجح الأمر. البالونات ناعمة ولينة جداً. من يحتاج إلى الألعاب الفاخرة؟ من أين أتت بتلك اللعبة؟ إنها تبدو جيدة. على الأقل لدي سياراتي. وأخيراً جاء اليوم الموعود.
لست مستعدة، علي دراسة أشياء كثيرة، أنا لا أفهم أي من هذا، يعني انظروا إلى هذا، أشعر بالتوتر، لا يمكنني التركيز. أنا اللحظة، لدي فكرة، أنا بحاجة فقط إلى صندوقي السري، كل ما أحتاج إليه هنا. لنلقي نظرة، أنا بحاجة إلى هذه المضخة، وتعجبني هذه الكرة الخضراء، سأدخل قوة المضخة بها، والآن يمكنني نفخها. أوه، لقد أصبحت أكبر وكأنها بالون. أعتقد أن هذا كافٍ. سأزينها الآن، سأضيف أذنين وفمًا وساقين، وأخيرًا سأثبت هذا الشعر، سيساعدني هذا على الاسترخاء. ما هذا؟ أعطني إياه. لا، إنه لي. أعطني إياه. لا، اصنعي واحدًا. هكذا إذن؟ ها، ما رأيك بهذا؟ هل تمزحين؟ أنت مزعجة جدًا. لا، ماذا فعلت؟ أنا آسفة، هوني عليك. مهلاً، قد يكون هذا الشريط اللاصق مفيداً. أعتقد أنني أعرف كيف سأحل هذه المشكلة. سأعود حالاً، سأحتاج إلى هذا الجزء من الشريط اللاصق. هذا هو الحجم المناسب. والآن سأحتاج إلى شفاطة معدنية. سألف الشريط اللاصق حول نهاية الشفاطة. يجب أن أغلقها، لا أريد أي فجوات. ثم سأستخدم مجفف الشعر. سأسخن الشريط اللاصق، ثم سأنفخ عبر المصاصة. فقاعة. هكذا تماماً. والآن سأثبت بها بعض القطع البلاستيكية. يجب أن أجعلها كالوجه. لقد وضعت عينين وأنفاً وفماً. وأخيراً سأرسم شارباً. أعتقد أنه جاهز. لقد صنعت هذا من أجلك. إنهما طريان جداً. أوه، إنهما رائعتان. شكراً يا ألسا، هذا رائع. هيا، يجب أن ندرس. أتعلمين؟ لم أعد أشعر بالقلق. أعتقد أن كل شيء جاهز. أريد أن يكون هذا الحفل مثالياً. هيا يا نورا، سررت بمجيئك. أغمضي عينيك، أنا أحب المفاجآت. يمكنك فتحها. ما هي يا ترى؟ أوه، إنها كرة ثلجية. أين ذهبت؟ وهذا مستحيل. إنه أسوأ عيد ميلاد. لا بأس، سأحل المشكلة، لكن علي التفكير بسرعة. سأجمع دموع إلسا في هذا الوعاء. هكذا، وصل البكاء. الكثير من الدموع، لكن حتماً يمكنني استخدامها. هيا، احملي هذا. لدي بعض الأعمال. أنا بحاجة أولاً إلى بعض الغراء. سأضيف بضع قطرات إلى الوعاء. ما التالي؟ أجل، المادة البراقة. سأسكبها هنا. سنحصل على بعض البريق. النجوم جميلة جداً، لكننا بحاجة إلى المزيد. لحسن الحظ، لدي الكثير والكثير من المادة البراقة. هذا ممتاز. سأمزجها الآن. واو، هذا أشبه بالسحر. يمكنني الآن وضع الغطاء. لا أريد أن ينسكب شيء. يمكنني الآن هز الوعاء. يمكنني فعل هذا لساعات طويلة. إنه كتنويم مغناطيسي. وعندما أتوقف عن هزه، ستدور النجوم والمادة البراقة. هذا جميل جداً. أنا متحمسة لتقديمها لإلسا. لما يحدث لي هذا؟ هي، اقلبي هذا الوعاء. دعيني وشأني. انظري إلى ما أحضرته لك. واو، وكأنها كرة ثلج. أنت سريعة البكاء. يجب أن أفرغ هذا. على الأقل سأسقي نباتاتي. هذه أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق. لم يفسد عيد ميلادي. شكرا يا نورا، أنت أفضل صديقة. أنا متحمسة لحضور الحفل الفضائي. سيكون غريبا جدا. هي، تفضلا. تعجبني ملابسك يا إلسا. شكرا لك، لقد صنعتها بنفسي. ماذا تنتظران؟ تفضلا. مرحبا. مهلا. ما هذا؟ أنت تعلمين أنه حفل تنكري، أليس كذلك؟ أجل، إذن ماذا تنتظرين؟ امنحيني لحظة، لدي هذا، إنه ضفدع صغير. حسنا، لما تريني هذا الشاي؟ فقاعات. إنه رائع، أليس كذلك؟ نحب جميعا الفقاعات، إنها تطفي البهجة والسعادة. أريد أن أفجرها كلها. يمكنك فعل ذلك. أحب عملي. إلسا، لقد أتيت، لن أفوت هذا الحفل. هاي نورا، تعالي لنحتفل يا نورا. هاي، انظرا إلى ما لدي. واو، الكثير من الفقاعات. هناك ما يكفي للجميع. ينشر هذا الضفدع أجواء مبهجة. لا يبدو هذا جيدا. ماذا يحدث؟ سأذهب من هنا. لا، ماذا سنفعل؟
أهلاً، لدي فكرة رائعة. ابقي هنا، أنا بحاجة إلى هذه الشفاطات. سأثير دهشتك. سأحتاج إلى ربطة شعري، سألفها حول الشفاطات. تبدو مثبتة جيداً. سأحتاج إلى هذه الحلوى. أشعر بالجوع بعد هذا العمل. حسناً، خذيها. يجب أن أفعل أشياء أخرى. تسكب مشروباً غازياً في الوعاء. لست بحاجة إلى الكثير منه. هذا ممتاز. والآن يمكنني غمس الشفاطات في الصودا. سأحركها حتى تغطي الصودا. هل أنت مستعدة لرؤية شيء في غاية الروعة؟ واو، لقد صنعت فقاعات. واصلي. أوه، هذا مذهل. أهلا، أنا متعبة. حسنا، هيا. لا تتوقفي يا إلزا. آه، يا له من بالون سعيد المظهر. لكن هذا لن يدوم لفترة طويلة. منحني هذا شعورا جيدا. أريد أن أفعل ذلك مرارا وتكرارا. حسنا، أعتقد أن هذا يكفي. حان الوقت لتوسيخ يدي. آه، إنه لزج وناعم حقا. مرحبا يا حبيبتي، لقد عدت إلى المنزل. أنا سعيد جدا لرؤيتك. أوه، ما هذا؟ آه، السلايم. عفوا، هذا خطأي. أوه، احترسوا يا رفاق. أوه، كل هذا بسببك. انظر، إنها أطباق غامضة. أريد أن أبدأ. أوه، انظر إلى هذا، إنه ناطق المارشميلو الوردي. هذا يوم حظي، أنا أحب هذا. لا أستطيع الانتظار أكثر. كان هذا حماسي. ألا يبدو رائعاً؟ كل شيء لزج ولين. يا للروعة. يبدو جيداً فعلاً. أوه، ها هي قطرة كبيرة قادمة. تبدو لذيذة حقاً. أتساءل ماذا لو؟ أنني أستطيع أن أزيد الأمر جمالاً. ما الذي تفعلينه؟ سأنتقل بهذا الناطق إلى مستويات جديدة كلياً. لا يهم، أياً كان. لقد حان دوري. مهلاً، انظري هنا، لدي وعاء من حبات المارشميلو العملاقة. سألقي نظرة أقرب. أوه، إنها ناعمة، لقد أعجبتني. ها؟ ماذا قلت؟ أوه، إنها مذهلة، أريدها. حسناً، لكنها لي. هناك شيء غير صحيح هنا. فهي عادية نوعاً ما، لكن يمكنني إصلاح ذلك. سأضع المارشميلو في وعاء آخر، ثم سأحتاج إلى صبغة طعام زرقاء. سأصبها فوق المارشميلو. فالجميع يعرف أن اللون الأزرق هو الأفضل. ما يزال هناك مكون واحد يتعين إضافته. سأحتاج إلى بعض النشا. ربما ملعقة أخرى. حسناً، هذا كل شيء. والآن سأخلط الكل. هاو، أريد أن ألمس الخليط. هاو، رائع، هذا ما كنت أتحدث عنه. سأضعه على لوح مرشوش بالدقيق، وسيمنعه هذا من الالتصاق بيدي، ويعني أن بإمكاني شده وتمديده. سأشكل الخليط على شكل دائرة. صنعت كرة أخرى من السلايم الخطمي، وتتميز هذه الكرة بلون طعام مختلف. سأخلطهما معا. هذا أفضل شيء حدث لي. أتعلم أنني جالسة هنا؟ أعرف ما قلت. هذا مطاطي حقا. طلبية توصيل من أجل هزل. أوه، لقد وصل مكون السري. الدجاج المقلي اللذيذ والمقرمش. بدأ لعاب يسيل. حان وقت العرض. سأغمسه في ناطق المارشميلو. سأدخله بالكامل هنا. والآن سأضع الغطاء على الجرة، ثم أبدأ في رجه. أرجه بكل قوة. أوه، حسناً، هذا يكفي. هل تمزحين معي؟ سيكون هذا مقرفاً. أنت تشعر بالغيرة فحسب. أوه، هذا هو ما أتحدث عنه. سأتذوقها الآن. أوه، هذا مدهش. من أنت؟ لقد كان هذا لذيذاً بشكل مثالي. يجب أن أكون طاهية. أوه، ها هي أتية. هزل، لا. هاو، يا لها من بثرة كبيرة. مرحبا إلسا، احترسي. هاو، هذا مقزز. حسناً، هذا ترحيب رائع. أنت تعلمين أن التخلص من البثور أمر ضروري. إنها كبيرة ومليئة بالعصارة. توقفي حالاً. لحسن الحظ لدي ما تحتاجين إليه. أين هو؟ ها، هذا ما أريده. انظري إلى هذا، سيلبي هذا كل رغبتك في فقع البثور. أوه، هذا مثير. شكرا يا نارا، أعتقد أنه يستحق التجربة. سأبدأ بهذا. أوه، هذا انفجار كبير. هذا ممتع. آه، لا مزيد من البثور. يجب أن أجد شيئا آخر لفقعه. هل يمكنني؟ إنها فرصتي. يجب أن أتحقق من الأشياء التي في جعبة نورا. انظروا إلى هذا، وكأنه متجر دمى. أوه، هذا مذهل، إنه لي. ستعم الفوضى الآن، والأشياء المقززة أيضاً. أوه، أجل، هذا ممتع. المزيد، المزيد، أريد المزيد. لا يمكنني التوقف.
كانت هذه آخر بثرة. لقد انتهيت من هذا. ماذا سأفعل الآن؟ إنها ضخمة، لا يمكنني مقاومتها. سأحتاج إلى بعض الحماية. أنا مستعدة. انظروا إلى هذا، سأفجر هذه البثرة الضخمة. توقفي حالاً. ماذا؟ إنها من النينجا. كنت أعلم أنك ستفعلين ذلك. سأضع قطعة من بلاستيك الفقاعات على قطعة أخرى من الورق المقوى. لقد ملأت هذه الحقنة بالطلاء وسأحقنها في الفقاعة. سأملأها بالكامل ثم سأفعل الشيء ذاته ببقية الفقاعات. سأستخدم ألوانا مختلفة من الطلاء. يبدو هذا ممتعا. أعتقد أن هذا كاف. سأعطي هذه لإلسا. تفضلي ابقائي كل هذه البثور. واو، هذا رائع. أشعر بسعادة غامرة. هذا ما أحتاج إليه. الكثير من البثور المليئة بالمادة اللزجة. إنها رائعة. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. أعتقد أنني أواجه مشكلة. أنا لا أستطيع التوقف. أريد فقعها كلها. الكثير من العصارة. هذا مريح للنفس. بقيت بثرة واحدة. لحسن الحظ أنني أرتدي قفازين، وإلا سأكون بحاجة إلى تنظيف يدي لساعات. شكرا يا نورا. نحب جميعا ألعاب بوب إت، أليس كذلك؟ سواء كانت صغيرة أم كبيرة كلها ممتعة. أراهن أن هذا موديل. انظري لهذا. جميل. أحب الاسبانر. يا لها من موسيقى جميلة. مرحى، اعزفي. هناك الكثير من الدمى وكأنها ورشة بابا نويل. ما الغاية منها؟ حسنا، نحن نختبر الأدوات والحيل الرائجة. إنه عمل صعب لكن لابد منه. فروم فروم، انتبهي، سيحدث تصادم. ضربة مباشرة. كنت أعرف أنك فاشلة في القيادة. من الرائع الاسترخاء والاستمتاع فقط. بيب بيب، انظري. واو، موديل. هل كنت تعلمين أنها قادرة على فعل ذلك؟ تحولت إلى يونيكورن جميل. مهلا، إذا تحول اليونيكورن من صغير إلى كبير وكان في الأساس سيارة، هل هذا يعني أن كل السيارات من اليونيكورن؟ هاي كلاري، يوهو، هل أنت بخير؟ استجمعي أفكارك. عذرا، لقد تحمست بشأن اليونيكورن. سأجرب شيئا ما. سأعود بعد قليل. كلير، آمل أن ينجح هذا فعلا. لطالما أردت اقتناء يونيكورن. سأسميها الأميرة سباركل وستكون أعز صديقة لي. مستحيل. ليو، مرحبا. كلير، مرحبا. انظري ماذا لدي. أصبحنا أصدقاء لليونيكورن. لنقوم بهذا. ما الذي قد يحدث؟ هيا بنا. واو، ليس بسرعة، ليس بسرعة. فكري في هذا. أخرجي من السيارة. لكني أريد الأميرة سباركل. أنت تفسدين متعتي دائما. هاي، ماذا تفعلين؟ عودي إلى هنا. ماذا عن اليونيكورن؟ لا بأس، سأقوده بنفسي. أنت رائع فعلا سيد ستار. عاد عصافير الحب. كان يوما رائعا. تبدين في غاية الجمال. كم هذا لطيف. ماذا سنفعل الآن؟ مرحبا يا شباب. أهلا كلير. منذ متى وهي هنا؟ لا بأس، تجاهلها فقط. يا للوقاحة. إنه يحب رموش طويلة. وجدتها. عينك ساحرتان ورموشك ناعمة. إنه يقول كلاما جميلا. إذن هل فاتني شيء؟ كان علي فقط وضع المكياج. قد يعجبه هذا. انظروا، يرتعش قلبي حبا. ما هذا الضوء الساطع؟ واو، نجحت. هذا مذهل، لم أرى شيئا كهذا. هل أعجبتك؟ هل يمكنني لمسها؟ بحذر. تعجبني الفتاة الأنيقة. ما هذا؟ أتحب الأضواء الساطعة؟ الكثير من الأضواء. أعترف بأنك منبهر. لا يمكنه مقاومة هذا. هل هو فراشة تحب الضوء؟ أحسنت يا جولي. سأريك. وداعاً. أين ذهبت كلير؟ هذا هائل.
ما رأيك بهذا الشيء؟ دعني أنير حياتك، ويمكنني تغيير ألوانها. أوه، أبدو جميلة وبمظهر لطيف، هذا رائع. سنقيم حفلاً الآن، أنت مدعو طبعاً. هذا مذهل، لا يمكنني الاختيار. قد يساعدك هذا. وهو الكثير من الأضواء. أوه، هذا رائع يا كلير، هل يعجبك؟ تجاهلها، إنها محبطة. لا تتوقف. أشعر بملل شديد، لما لا تقرأين كتاباً؟ أو يمكنك اللعب بهذا، ولا تنسي هذا، سأقوم بتشغيله فقط. واو، انظري إليه. هاي جولي، خذي. ما هذا؟ حسناً، هذا أفضل من أي كتاب. خطرت لي فكرة، تعالي معي. حسناً، هل أنت مستعدة؟ مرحى، يا لها من ضربة، هذا رائع. وقت تسديد ضربتي بين طوقين مباشرة. مذهل، لنجعل الأمر أكثر إثارة. هذا صعب، لا أصدق أنني قمت بهذه التسديدة. مدهش، هذا لطيف، سيندهش فعلا. هيا لنرسلها. هل هذا كائن فضائي؟ مهلاً، هناك ملاحظة. تحبني؟ وداعاً أيها الكائن الفضائي. وجبة شهية يا عزيزي، ها؟ الكاميرا تحبني. من أين أتى هذا النسيم؟ هاي، عد إلى هنا. ستنفد البطاريات قريباً. حاولي الإمساك به. احذري. كدت أسقط. لقد ذهب يا كلير. قضينا وقتاً ممتعاً. أوه، أيتها القاعدة، لدينا مشكلة. أنا متحمسة جداً. كلير، تعالي لرؤية هذا. واو، حسناً، لنفتح العبوة. كم هو جميل، أليس كذلك؟ إنه رجل غريب المظهر، أليس كذلك؟ يبدو كحبيبي السابق. ها، هل سمعت ذلك؟ أظن أن بداخله شيئاً ما. ربما هناك كنز، يجب أن نكتشف ذلك. أنت لا تعنين أنه، يجب أن نجري له عملية. لنبدأ، سنقوم بتجهيز المريض. أشعر بتوتر شديد، سيكون كل شيء على ما يرام. هيا بنا. هل أنت متأكدة مما تفعلين؟ ليست عملية للدماغ، بل هي كذلك. هذا هو أصعب جزء. نجحت العملية. كان هذا غير متوقع. أوه، سيترك هذا أثر ندبة. أشعر بأني أكثر ذكاءً. لنجرب هذا مجدداً. إنه عمل حياتي. مستحيل، لا يمكن لأحد أن يحل هذا. هاي، هل يمكنك الابتعاد قليلاً؟ ماذا لدينا هنا؟ أوه، فهمت. أوف، هذا سهل. تحداني في المرة القادمة. الإجابة هي واحد. لكن كيف؟ أعني، أنت عبقرية. والآن سأطلق البعثة. إقلاع، لقد أنقذت البشرية. لدي صداع فظيع. بنعومة، والآن الآلات الوترية. أسرع، أسرع. أحدث أعمالي الفنية، إنها لا تقدر بالثمن. أسميتها الأزهار في المزهرية. شكرا لكم من لطفكم، تشرفنا بوجودكم. سنصبح مشهورتين. ماذا؟ إنها دميتي، أعطيني إياها. ليو، منذ متى وأنت هنا؟ لا يهم، وأخيرا سأصبح عبقريا. هل؟ لا عليك منها. واو، مفاجأة، جئنا لنلعب بكل شيء.
ألعاب تململ، ركوب ديناصورات، أسرع يا ديناصوري. لدينا طاقة للاحتفال للأبد. انظروا إلي وأنا أتنقل بين لعبة وأخرى. وأنا أرقص بالأضواء، كم أنا مستنيرة. قصاصات الورق في كل مكان، ارقصي معي الآن. هذا رائع، انظروا إلى هذه الحركة التي أستطيع تأديتها. بدأت أشعر بقليل من التعب. هل أصبح الجو حاراً هنا؟ نراكم لاحقاً. أوه واو، أعشق اللعب بالرمل السحري. أوه لدي فكرة، سأقطع كومة الرمل هذه من المنتصف. رائع، قسمتها من المنتصف بالكامل. لدي كومتان من الرمل السحري الآن، سأعصرهما ليصبح كومة واحدة. ما أجمل ملمس الرمل السحري في يدي. انظروا كيف تتماسك حباته معا ثم تنهار على نفسها، كم هذا رائع. مرحبا، وصلت إلى المدرسة مبكرا اليوم. أوه أنت تلعبين بالرمال، إنها لعبتي المفضلة. ماذا، توقف، من قال إن بإمكانك أخذ القليل؟ ما الذي يفعله بالرمال هناك؟ أحتاج للقليل من الضغط هنا. أوشكت على الانتهاء. ما الذي أوشكت على الانتهاء منه؟ كم هو متكتم؟ ستكون النتيجة النهائية عظيمة، علي أن أضغط عليه قليلا. سأتأكد من ضغط رمال داخل القالب. انتهيت، استخدمت قالب الأرنب الخاص مع رمال. تفضلي، صنعت أرنبا من أجلك. أرنب؟ واو، كم هو رقيق. أستطيع صنع المزيد من الأشكال كهذا الخنزير أو نجمة أو سمكة. واو، يتماسك رمل سحري للحفاظ على الشكل، كم هذا رائع. مرحى، يا لها من أشكال رقيقة. لدي شيء آخر أيضا، لكنني أشعر بالخجل. فأنت جميلة جدا، أحب شعرك. تفضلي، صنعت لك خاتمة من الرمال. هل صنعت خاتما كاملا؟ سأخذه. تفضل إصبع الخاتم. مرحى، حسنا، سأضعها لإصبعك بهذه الطريقة. هذا أفضل خاتم في العالم بأسره. أنا في غاية السعادة، على الروح بوسعة. لقد انهار الخاتم، يا للأسى. آسف جدا، لكنني كنت أحب خاتمي. ومهلا، من هذا؟ لديه لعبة سبانر ملونة لإزالة التوتر. نعم، إنه أروع بكثير، معذرة. مرحبا، لدي خاتم من أجلك أيضا، تفضلي. خاتم لكل إصبع ولن ينهار بين أصابعك أيضا. تبدو الخواتم رائعة عليك، هيا بنا. ها حسنا، لدي رمل سحري لألعب به على الأقل. كم هذا طعم ممل. لقد جاء ذلك الولد، أعتقد أنه سيتناول الغداء هنا أيضا. مرحبا، على ما أظن. لحظة واحدة، ما ذلك الشيء؟ لديه بثرة عملاقة على وجهه، أريد أن أفقأها. ماذا، توقفي، ابتعدي عن وجهي. لا يهم. نعم لا يهم، هذا وجهي وهذه بثرتي. حسنا، أصبحت ممرضة الآن ولدي العلاج. واو، من أين جاءت تلك الممرضة؟ كم هي لطيفة. يمكنك قياس حرارتي من هنا إن أردت. في الواقع كنت أفكر في علاج مشكلة أخرى تعاني منها. لا لا لا، ابتعدي عن وجهي بتلك الأدوات، سأعاركك. حسنا رائع، لم تنجح هذه الخطة، أحتاج لخطط جديدة. لنقترب أكثر. يمنحني هذا شعورا رائعا. حانت فرصتي الآن، هل يا أيتها الأيدي الصغيرة؟ مهلا، توقفي، أبعدي هذين اليدين الصغيرتين عني. أحب رقائق البطاطس، إنها وجبتي المفضلة. ماذا؟ ما ذلك الصوت؟ إنه شبل أسد صغير ولطيف ويريد عناقي، كما أنت لطيف. توقف، ابتعد عني، لا تقترب أيها الوحش الخطير. خذ هذه، اذهب لإحضارها بدلا من محاولة استمالتي. فيو، كانت وجبة غدائي محفوفة بالمخاطر. أوف، لم تنجح أي من خططي. لحظة واحدة، لدي فكرة رائعة. لعبة الآف، ستبقيها بعيدا عن وجهي. تفضلي، هذه اللعبة لك، هيا خذيها. دعني أرى، ما هذا الشيء؟ يبدو أشبه بالآف. واو، انظر لما يحدث عندما أضغطه، وكأنني أفقأ بثرة حقيقية. واو، انظر إلى هذه المادة التي تخرج منها، تستمر المادة في الخروج من الأنف، يعجبني ذلك كثيرا. الكثير من البثور التي يمكن فقؤها، أستطيع أن أعصرها كما أشاء الآن. كنت أعلم أنك ستحبين هذه اللعبة، على رحب واسعة. رائع، فقأت بثرة أخرى للتو. سيصبح وجهي سليما ومعافا الآن، لنعود إلى الغداء. لا لا لا، أشعر بحكة في أنفي، تخلصت منها، هذا أفضل. جاء ذلك الولد، يبدو أنه سيجلس بجواري. مرحبا، كيف الأحوال؟ مستعدة لبدء الصف؟ دائما ما يمضغ العلكة ويفرقعها، كم هذا مزعج، لا أطيق ذلك الصوت. هل شاهدت الفيلم الوثائقي الخاص بالثقوب السوداء؟ هل بدأ يمط علكته؟ سأحاول أن أتجاهل الأمر. يا إلهي، كم هو ممل أن أنتظر بالأصف، أليس كذلك؟ أعلم ما يمكنني فعله. كم
نعم هذا مشتت للانتباه. حان وقت صنع أكبر فقاعات نفختها على الإطلاق. انظري إلى حجمها الكبير. أنا رائعة. أوه. يا للهول، لقد أثرت ذعري بشدة. يا إلهي، أصبحت العلكة تغطيني بالكامل. كيف سيحل تلك المشكلة؟ علي أن أشيح ببصري فقط وأتجاهل ما يحدث. مهلا، لدي فكرة. ماذا؟ ما الذي سيفعله الآن؟ رائع، أعتقد أنه يريد مني مشاهدته وهو ينفخ البالون. نعم، إنه ينفخ ذلك البالون في اتجاهي. أنت تفرق الهواء في وجهي. توقف توقف، يدفعني الهواء بعيدا. ماذا كنت تفعل؟ أعطني هذه البالونات. لا يمكن ائتمانك على البالونات. أوحت لي هذه البالونات بفكرة رائعة. حسنا، أحتاج صورا لنفسي وبعض الشريط اللاصق. يجب أن يكون الشريط شفافا حتى أغطي به الصور، ثم أقص رأسي وأريد إزالة فمي أيضا. يبدو وجهي مضحكا. حسنا، إلى الخطوط التالية. سأربط عقدة صغيرة في هذا البالون، ويجب أن أقص الجزء الإضافي على الطرف هنا. يبدو البالون جيدا للغاية، لكنني أحتاج لمزيد من الشريط اللاصق. سيكفيني وضع مربع من اللاصق في قمة البالون، ثم سأغطي بقية هذا الطرف باللاصق أيضا. وبعد انتهاء العمل على البالون، أريد أن ألصقه بمؤخرة الصورة، وسأضيف الصورة الثانية الآن. سأتأكد من تثبيت الصورتين بإحكام. سأضيف المزيد من الشريط اللاصق إلى الحواف، ثم أقصه لشرائط أصغر. وبعد قص شرائط اللاصق، سأكون جاهزا لتثبيتها على الصورة المقابلة، ولن تتجعد الصورة بهذه الطريقة. لكنني سأترك الجزء العلوي مفتوحا بهذه الطريقة كما ترون، فأنا أريد إضافة بعض القطن في الداخل أيضا. سأملأ الجزء الداخلي وأغلق الصورتين باللاصق. انتهينا. أستطيع الضغط عليها وسيبدو كأنني أنفخ فقاعة. أنا عبقرية حقيقية، وهذا خير دليل. تفضل. واو، هذه أروع هدية حصلت عليها على الإطلاق. أوف، يأخذ اللعبة بجدية كبيرة. يا له من شخص غريب الأطوار. أضغط لتخرج الفقاعة. كم هذا ممتع. فقاعة فقاعة فقاعة، كم هذا ممتع. يا له من قصيدة رائعة واختيار كلمات أروع. أوف حشرة، ابتعدي عني. خذي هذه. ها هي الفتاة. أو مرحبا، أنا هنا. أنا سعيدة للغاية بحضورك. مرحبا. كنت أرش نفسي في وجهي مباشرة. وقت استعراض مشيتي المذهلة، ستحبها بالتأكيد. مهلا، من ذلك الولد الذي جلس بجوارها للتو؟ يا له من أحمق غريب الأطوار، واشترى لها كرة ضغط. كيف يمكنني أن أنافسه؟ تعجبني كثيرا كرة الضغط. حقا، ظننت أن استعجبك. أعلم أنك تستمتعين بألعاب التململ. يجب أن أعثر على مكاني للاختباء حتى أستمر في مراقبة الوضع. يا لك من شجرة غبية، لا أريد تسلقك على أي حال. هيا بنا، أستطيع الاختباء في هذه الشجيرة بدلا من ذلك. لنرى الآن ماذا يفعلان. لماذا رفع ذراعه للأعلى؟ مستحيل، وضعها حول كتفها. يا له من وغد. أيظن نفسه رائعا بذلك الشعر الجميل في وجهه؟ طفح الكيل. يجب أن أفعل شيئا لأفوز بحبها. لدي كرة من الصلصال الذي يسهل تشكيله. أستطيع فعل شيء بها. حسنا، سأستمر في تكويرها حتى تصبح ملسى. انتهيت، سيكون هذا كافيا. لنبدأ في تشكيلها الآن. لا يجب أن تكون مثالية، سأضيف لها سيخا الآن. جيد، الخطوة التالية سأرشها برذاذ طلاء الأزرق. أريد تأكد من تغطية جميع الجوانب. هذا مثالي، يبدو شكلها رائع للغاية. ممتاز، يجب أن لا أنسى سبب ما أفعله. انظروا إليه، هذا مقزز. يجب أن أثير إعجابها بحق. لحظة واحدة، لدي فكرة أخرى. ماذا؟ من أنتما؟ ولماذا تقفان على كتفي؟ فهمت، تريدين مني فعل الشيء الصحيح، أليس كذلك؟ شكرا، اتفقت مع شخص آخر. سأرش هذه البيضة برذاذ طلاء أيضا وباللون نفسه. انتهيت، لن يستطيع أحد التفريق بينهما. وقت البدء في تنفيذ خططي. هيا بنا. هل تودين الذهاب إلى السينما معي إذن؟ ماذا؟ من هذا ولماذا يركض في اتجاهنا؟ انقطعت أنفاسه. حسنا، لا يهم، يمكننا تجاهله. ها؟ يبدو أنه يقترب منا مرة أخرى. وصلت إليكم. نعم، هذا صحيح، أنت تقترب منا بشدة. حسنا، أفسح المجال لي إذن، سأجلس في المنتصف. بالتأكيد. حسنا، خذ راحتك. ماذا لديك هنا؟ يا للهول، لا أستطيع تفرقة بين البيضة والصلصال. لا بأس، تفضلا، صنعتها من أجلكما. رائع، شكرا، دعني أضغطها. لطيف، انظر إلى هذه الألوان في الداخل، كم هي رائعة. واو، هذا رائع، يذكرني بشكل الحمم البركانية. يا للهول، هذا يعني أنني قدمت البيضة إليها. لا لا، انتظري. ما الذي؟ إنها بيضة، أصبحت يدي مغطاة بالبيض. سأهرب بعيدا. ما هذا؟ آسف، لست مهتما بالفتيات التي يغطي البيض وأيديهن. سأنسحب من هنا. لكنها ليست غلطتي. يا للقرف. ها؟ ما كل هذه العلامات؟
لا يريدون أن يدخل أحد إلى هناك بحق، وهذا يجعلني أكثر فضولاً. هاو، انظروا إلى هذا المكان، إنه كالمختبر السري. أو ما هذا؟ واو، إنه سلايم لزج، يجب ألا ألمسه على الأرجح، لكنني لا أستطيع المقاومة. هو الرائع، هذا يشعرني بالراحة. هاو، إنه لزج حقاً ويبدو دبقاً للغاية. مهلاً، ما الذي يحدث؟ هذا مؤلم. ها، من أنتم يا رفاق؟ هذا سيء، سيء حقاً. أنا أعرف ما يجب فعله، سنحتاج إلى هذا السلايم، وأنت تعرف ما يجب فعله. هيا بنا، افرده جيداً. أتعلم، أنا أستمتع بهذا. مهلاً، تصرف باحترافية. على رأسك يا جاري. ماذا تفعلان؟ لا، أبعدا عني. أو إلى أي مدى يمكن أن يتمدد؟ هذا رائع، لن أشعر بالملل أبداً من هذا. يبدو جيدة، وكأنني عمل فني. مرحباً يا لاكسي، هل يمكنني رؤية مكياجك؟ ماذا؟ مستحيل. سنرى، تحققي من سلايمي. ابتعد عني. حسناً، خذه فحسب. كنت أعلم أن هذا سينجح، سأحتاج إلى هذه أيضاً لنجرب هذا. أريد أن أرى سر كل هذه الضجة، سأبدو جميلاً جداً وسأصبح عارض أزياء أخيراً. يجب أن أضع بعض الجليتر. كل القرف. مايلز، أبدو كعمل فني. ماذا فعلت؟ لقد دمرت مكياجي. ماذا؟ إنه بخير. لماذا فعلت ذلك؟ انتظري، أستطيع إصلاح هذا. هل أنت متأكد؟ لا أعرف. انتظري، سلايمي سينقذ هذا اليوم. سأضغط به على المكياج ثم أمرره على العلبة، سيفي هذا بالغرض. ها هو، صارت جيدة وكأنها جديدة. أنت لا تخذلني أبداً أيها السلايم. هل عادت بخير؟ تحققي من ذلك. هو تبدو جيدة وكأنها جديدة. انتظر، لدي شيء آخر. ها؟ عن ماذا تتحدثين؟ يمكنك تنظيف هذه أيضاً. أو وهذه أيضاً. لكن شكراً يا مايلز، أنت الأفضل. لدينا الكثير من العمل أيها السلايم، لكنني مؤمن بك. واو، صارت نظيفة جداً بالفعل. سينتهي الصف قريباً، لنغادر هذا المكان. تعجبني الفكرة، لدي شيء كبير خططت له. انظر إلى هذا، ما رأيك؟ أوه، هذا رائع، سأكون هناك بالتأكيد. كنت أتمنى أن تقول ذلك. يجب أن أستعد، حان وقت خروجكم. العصابة كلها هنا، أنا لا أذهب إلى أي مكان بدونهم أبداً. مهلاً، أين ذهبوا؟ الجرار فارغة. سلايم المسكين، لقد اختفى. كيف حدث هذا؟ هذه كارثة. ماذا سأفعل؟ لدي سمعة يجب أن أحافظ عليها. أعني، أنا مايلز، مايلز ملك السلايم. لا أستطيع أن أفقد تاجي، يجب أن أفعل شيئاً. حان وقت البدء في العمل، أحتاج إلى صنع بعض السلايم، ولدي كل ما أحتاجه، بعض صابون الأطباق، لكن هذا ليس كل شيء. لدي الكثير من الملح ومعجون الأسنان. هيا بنا، سأبدأ مع صابون الأطباق، سأضعه هنا ثم أضيف معجون الأسنان ورشة من الملح. هذا كل شيء، والآن سأخلط. علي أن أجعله متماسكاً ولزجاً. أنا أستخدم وصفة عائلية قديمة، إنها لا تخذلني أبداً. لم يتبقى الكثير. هو، انظروا إلى ذلك، يمكن وضعه مع البقية الآن. أنا أستاذ السلايم، لكن يجب علي التحقق من القوام. يجب أن يكون طرياً. أو نعم، هذا ما أتحدث عنه، إنه رائع. ليس هناك ما هو أفضل. أنت جزء مني أيها السلايم. ما الذي يفعل؟ ها؟ ما المشكلة؟ لا شيء. حان وقت السلايم. لحظة واحدة، لا، أنا لا أفهم، لا يمكن أن يحدث هذا. تحقق من هذا يا مايلز، لا أستطيع الانتظار، ليس لدي الكثير من الوقت. هذا كابوس. أنا أحب السلايم، فملمسه رائع. إنه مايلز. ماذا لديك هناك؟ دعيني أرى، هل هذا سلايم؟
تقول ماما إن عليك المشاركة. أعطيني السلايم من فضلك، أتوسل إليك. حسناً، خذ هذا، اذهب بعيداً الآن. خذ هذا أيها السلايم. واو، رأيتي ذلك؟ لا تفعل ذلك، لكن كان الشعور جيداً. لماذا يجب أن تكوني قاسية؟ خذ السلايم فحسب. اعتقدت أن هذا سينجح. لقد أديت مشاعري حقاً. توقف عن البكاء، وجدتها، شاهد هذا. هل من المفترض أن أنبهر؟ أوه، يا له من جمهور صعب، ربما ينجح هذا. توقفي عن ذلك. ماذا سأفعل؟ أوه، وجدتها. سيثير هذا ذهولك. سنرى. ثق بي، أنا أعرف ما أفعله. سأصب هذه النشارة المعدنية على السلايم. سوف تعشق هذا. أحتاج إلى سحق، يجب خلطهما معا. والآن أحتاج إلى مغناطيس. شاهد بعناية، هذا هو وقت حدوث السحر. هل رأيت ذلك؟ السلايم يتحرك. أوه، أنا لا أصدق ذلك. هذا رائع، أليس كذلك؟ هذا هو أفضل شيء رأيته على الإطلاق. هذا هو الجزء الأفضل. مستحيل، أريد أن أجرب. تفضل، ها نحن ذا. هل ترين هذا؟ هذا جنوني، كيف يحدث ذلك؟ والآن أخرج من هنا. أوه، أخيراً أستطيع اللعب الآن. إنه سلايم بالتأكيد، لكنني بحاجة للتحقق أكثر. هذا مثير للاهتمام، مثير للاهتمام جداً. يسير بحثي بشكل جيد. سأكشف أسرار السلايم. هو ها نحن ذا. ربما يكون الأزرق لوني المفضل. تأملوا ذلك. هل أشم رائحة السلايم؟ سأخذ ذلك. إنها جريمة مثالية، لكنني أريد المزيد. هذا مدهش. لحظة واحدة، أين ذهب السلايم؟ كان هنا بالضبط. هذا هو اليوم المثالي. مايلز، كان يجب أن أعرف. أنت تفسدين اللحظة. أنا أريد أن أستمتع بالحلوى فحسب. توقف، لا تأكل ذلك. ها؟ لم لا؟ لأنه سلايم. انتظر. أوه، ما الأمر الآن؟ لدي فكرة، سأحتاج إلى حلواك. سأفرغها في مقلاة، ثم سأرفع الحرارة. أحتاج لإذابة حلوى الدود المطاطية. أريد الحصول على معجون لزج ومطاطي. رائحته طيبة. والآن سأضيف نشا الذرة، سيجعله هذا أكثر سمكاً. سأستمر في تقليبه، لا أريد أي كتل، ولا أريد أن أحرق الخليط أيضاً. أريد تحويله إلى سلايم، هكذا بالضبط. أعتقد أنه جاهز. هذا من أجلك يا مايلز. واو، رائع جدا ورائحته لذيذة. لدي سلايم صالح للأكل. واو، وكأنني أعيش في المستقبل. إنه لذيذ حقا وطري جدا. شكرا يا لاكسي. والآن هل يمكنني استعادة السلايم الخاص بي؟ لا يهم، فهذا أفضل. أوه، أنا في غاية الملل. يستغرق طهي هذه النودلز وقتا طويلا جدا. بربك أسرعي. مرحبا يا مايلز، يا له من يوم. واجبي المنزلي صعب جدا، انظر إلى هذا. لا يبدو ذلك صعبا. إنها صيغة جديدة يا مايلز. بربك، أنت قادرة على حلها. انظر إلى هذا، إنها مستحيلة. هل يمكنك أن تلقي نظرة؟ لدي أمور أفضل يجب فعلها. لقد سهرت طوال الليل، وليس الأمر منطقيا. ما رأيك؟ هل فعلت ذلك؟ تفضلي، تناولي هذا. وحظا سعيدا، سأغادر المكان. حسناً، أستطيع فعلها. أنا بحاجة للتركيز فحسب. من سأخدع بذلك؟ هذا مستحيل. مهلاً، لقد ضربني الإلهام. أحتاج إلى مقلاة فارغة. سأتخلص من هذه النودلز. لنبدأ العمل. سأفتح المشروب الغازي وأصبه في المقلاة. سأرفع درجة الحرارة. انظروا إلى كل الفقاعات. سأستمر في تحريك المشروب الغازي. لونه يتغير. مهلاً، شيء ما حدث. أصبحت المقلاة غير مستقرة. هذا ليس جيداً، سأختبئ. هل انتهى الأمر؟ هل المكان آمن؟ واو، لقد صنعت السلايم. لا أعرف كيف فعلت ذلك، لكنني لن أشكو. أمل أن يكون طرياً. أوه، إنه كذلك، هذا رائع. لقد نسيت النودلز. أوه، هل صنعت ذلك؟ بالتأكيد فعلت. لديك شيء ما على وجهك.
حسناً، أين الرامن الخاص بي؟ ما الذي فعلته؟ أعتقد أنني سأطلب الطعام من الخارج. أطلب لي معك. أوه، هذا عنيف، لا تدخلوا. لما يفعلون هذا؟ هل سمعت صوتاً؟ هل هذا الضوء الأخضر موجود دائماً؟ ربما علينا التحقق من الأمر. هيا بنا. أعتقد أن عليك الذهاب أولاً. حقاً؟ أوه، وحش الحلوى، رائع. ربما علينا تناول القليل. هاو، هذا رائع. هل أنت مستعدة؟ هاو، هذا مثير. واو، انظري إلي، أصبحت طبيبة. ستذوقها. إنها شهية، لقد أحببتها. عليك تذوقها. ربما سأتجاوزها. ماندي، هل أنت بخير؟ قلت تذوقيها. لا، ها تظنين أن بإمكانك الهرب، ها؟ ابتعدي، عودي إلى هنا. نجدة، أين ذهبت؟ لم تريني، سأجدك. أوه، كان ذلك وشيكاً. قلت لك لا يمكنك الهرب. أوبس، كان علي النظر إلى الخلف. هل كان حلماً؟ هل سمعتني؟ تذوقيها. أوه، حسناً، لقد كدت أنسى. انظري لهذا. واو، أمل أنها بنكهة الفراولة. هيا بنا. لذيذة ومذهلة، لنتناول المزيد. فكرة جيدة. ماذا لدينا هذه المرة يا ترى؟ سأبدأ أولاً. ها؟ ما حاجتي لهذه الخارطة؟ أوه، عرفت، إنها خارطة للكنز. حسناً، سأبدأ البحث. أوه، يبدو أنني وجدت المكان. البحث عن الكنوز أمر شاق. أجل، لقد فعلتها. عثرت على الكنز، سأصبح ثرية جداً. لا أصدق، هذا أفضل من الذهب. أوه، رائحة شهية. حسناً، آمل أن يكون شيئاً جيداً. ها؟ حصلت على آيفون، رائع. أنا في لعبة إلكترونية. أو، انظروا لهذه الثمار، هذا ممتع، يجب أن ألعبها دائماً. لقد عدنا. تبدو شهية، سأتذوق كرة الجلي هذا. أمل أن تكون لذيذة كما تبدو. شهية فعلاً. واو، أنت محظوظة. ما الفاكهة التي علي تذوقها أولاً؟ ربما علي البدء بالليمون. هيا بنا. إنها كالعصير، لذيذة. يمكنني شرب هذا طوال اليوم. حسناً، سأتذوق هذه الآن. هل يمكنني البدء أولاً؟ أجل. ماذا؟ لا شيء هنا. واو، بيتزا. بل أفضل، إنها بيتزا من الحلوى، الشيئان المفضلان لدي. لقد أحببتها كثيراً. أشعر بالغيرة. بطاطس مقلية. حسناً، هذا مخيب للأمل. كنت أتمنى شيئاً آخر. وجدتها. وأخيراً سأستفيد من هذا الزي.
انظري إلى ما سأفعله. هذا وعاء أمي المفضل في تحضير الحساء. هذا مذهل يا لالي. سأضع بداخله لعبة بوبات وأضيف إليها البطاطس المقلية، ثم أحركها بعصاي السحرية، أعني ملعقتي السحرية. اظهري أيتها الوجبات الخفيفة. لقد نجحت. هل أنت متأكدة من هذا؟ واو واو، انظري، بطاطس مقلية على شكل بوبات. إنها طرية جدا. علي فعل هذا باستمرار. إذن ماذا يمكنك أن تفعلي أيضا؟ هذا مثير. هل نكشف معا؟ هيا بنا. ليس مجددا. ربما يمكننا. لالي انظري. ماذا؟ ما هذا؟ واو، كيف الحال؟ تفضلي، صحة وعافية. ما هذا؟ هي أوه حسناً، ربما علي فتح هذا الشيء. إنها ديدان. يا إلهي، لحسن الحظ أنه ليس طبقي. أهلاً، هذه ليست ديدان أو تراباً حقيقي، إنها ديدان جيلاتينية وشوكولاتة. إنها تعجبني، تبدو كالمعكرونة، لكني لم أحصل على شيء حتى الآن. هي هي يهو. واو، هذا رائع. رأس فضائي. كنت أعرف أن الفضائيين موجودين فعلاً. عذراً، تبقي أفضل يا لالي. لا بأس، سأخذ هذه العين. تبدو شهية، وهي كذلك فعلاً. تناولي، هيا. طبعاً سأفعل. إنه ثقيل وكبير. أمل ألا أتعرض لأي أذى من هذا الجسم الفضائي. واو، رائع، لم أتذوق شيئاً مثله. ها، جميل. مهلاً، سأتناول المزيد من الديدان. لا أطيق الانتظار. هيا. أوه هيا، هذا مزعج. أوه حسناً، دوري الآن. صدفة؟ واو، هذا مختلف. ترى هل يمكنني سماع صوت البحر؟ مرحباً. أوه، مكالمة. مرحباً، هل أنت حورية بحر حقيقية؟ يا إلهي، هذا رائع. هل يمكنك إرسال هدية لي؟ لا بأس، حان وقت سحر حورية البحر. ستحب لالي هذه الهدية. هذا أفضل يوم في حياتي. واو، شكراً لك، إنها جميلة جداً. يوجد شيء في الداخل. أوه، هذا لطيف، سأتذوق. أحب الطعام البحري وأحب منظره الجميل أيضاً. أريد المزيد. تبدين بمظهر سخيف، ابتسمي. لا تفعلي، هذا محرج، دعيني أرى. تبدو سخيفة، احذفيها حالاً. إنها للمتعة لا أكثر. حسناً، سأحذفها كلها. أعيدي إلي هاتفي. هي، اهدأ، يكفي هذا. هيا، ماذا حل بهاتفي؟ لا أصدق، هذا مضحك. رائحته كرائحة الحلوى، إنه لذيذ جداً. على الأقل لا يمكنك التقاط صور محرجة لي. هل استمتعت بهذا الفيديو؟ أخبرنا برأيك ولا تنسى المشاركة والاشتراك للمزيد.